جبل الزاوي 21/6/2013. نحن الآن في غرفة عمليات معركة عاصفة جبل الزاوية، ومعنا هنا العقيد عارف حمود، سيشرح لنا تفاصيل عملية عاصفة جبل الزاوية. تفضل سيادة العقيد. تقوم وحدات من الجيش السوري الحر المقاتل بالتعاون مع هيئة الأركان بالتنسيق لتنفيذ عملية عاصفة الجبل المتمثلة بإزالة بتدمير وإزالة معسكر الجازر المتمثل بقيادة الفرقة 17، وهذه الوحدات هي ألوية الحرار الزاوي كتائب وألوية شهداء سوريا كتائب الفاروق لواء نسور الجبل وهيئة حماية المدنيين. يتوضع معسكر الجازر في المنطقة الممتدة من قرية أورم الجوز حتى منتصف قرية الرامي بطول 2 كيلومتر وبعرض 1 كيلومتر. يتواجد في معسكر الجازر كتيبة دبابات وكتيبة مشاة وكتيبة دفاع جوي عربات شيركة، بالإضافة إلى سرية استطلاع من الفرقة 7 وسرية قوات خاصة. يقوم اللواء أحرار الزاوية منذ أكثر من عام بمحاصرة معسكر الجازر من 3 جهات. مهمة معسكر الجازر هي أولا المحافظة على الطريق الممتدة من مدينة أريحة وحتى قرية محمل والسيطرة عليه سيطرة كاملة، للمحافظة على هذا الطريق لتأمين سهولة الإمداد للقوات النظام المتواجد في مدينة إدلب وفي معسكر المصلومة الذي يعتبر هو المقر القيادي الأساسي. معظم إمدادات النظام تأتي عن هذا الطريق. وبالتزامن مع قيام وحدات الجيش السوري الحر بمهاجمة الحواجز الممتدة من قرية محمل حتى قرية أورم، قررت هذه الألوية بإنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع هيئة الأركان وتنفيذ عملية عاصفة الجبل. العملية مستمرة من 3 أيام، وكانت المهمة الأولى هي إطباق الحصار وأحكام الحصار على معسكر الجازر، وعدم جعل معسكر الجازر يساعد الوحدات الحواجز المنتشرة على الطريق. وقد تم تنفيذ هذه المهمة بنسبة 100%، حيث تم إطباق الحصار ومنع المعسكر الجازر من تقديم الدعم اللوجستي أو الناري أو حتى القوات إلى كافة وحدات النظام الموجودة على الطريق. وتم تدمير بالتعاون مع القوات النارية لألوية أحرار الزاوية والألوية المشاركة بتكثيف القصف العنيف على المعسكر وتدمير معظم الوحدات أو آليات الوسائط النارية للقوات المتواجدة في معسكر الجازر. كان يقوم معسكر الجازر أولا بعدة مهام في هذه المنطقة. المهمة الأولى هي كما أسلفنا هي المحافظة على الطريق الممتد هنا بين قرية محمل ومدينة أريحة. 2، أي فصل جبل الزاوية التي يعتبر أحد معاقل الثوار الأساسي ويضم القوى الأساسية للجيش السوري الحر، عن عزل هذا الجبل الزاوية عن محافظة إدلب وعن الجهة الشمالية من محافظة إدلب. يعتبر هذا الطريق الدولي بين الممتد من اللاذقية حتى حلب في منطقة ويمر بمدينة أريحة هو الشريان الأساسي الذي يتغذى عن طريقه النظام. وفي قطع هذا الطريق يكون قد تم قطع الشريان الأساسي الذي يغذي قوات النظام في هذه المنطقة، ومن ثم السهولة في إطباق الحصار على القوات النظامية العاملة في محافظة إدلب. لذلك تقوم عملية الآن، قررنا القيام بعملية عاصفة الجبل لقطع هذا الطريق في منطقة أورم الجوز. هذه منطقة أورم الجوز قطع الطريق هنا، ولكن هناك عقبة معسكر الجازر. لذلك تقرر أولا إزالة معسكر الجازر الذي يسيطر على هذه الطريق الدولية، ومن ثم الوصول إلى الأوتستراد وقطعه نهائيا. يكون بذلك قد أنجزنا المهمة الأولى من تحرير محافظة إدلب المتمثلة بقطع الإمداد عن قوات النظام المتواجدة كان في قرية المصلوم أو في مدينة إدلب وفي مدينة أريحة. لذلك النظام الآن يتشبث بهذا الطريق بشكل كبير جدا، وكما رأينا خلال المعارك السابقة أنه استموت على النقاط المسيطرة إن كان في شركة الكهرباء أو في منطقة القياسات، حيث كانت وحدات أخرى من الجيش السوري تهاجم تلك المناطق. وبالتزامن مع عملية عاصفة الجبل التي استطاعت هذه العملية مساعدة الوحدات الأخرى ومنع معسكر الجازر من تقديم الإمداد والإسناد الناري لتلك القوات وحتى تدخل أو إرسال قوات أو إرسال تعزيز بفضل عملية عاصفة الجبل التي استطاعت تثبيت معسكر الجازر وإطباق الحصار عليه من 3 جهات أساسية. كما تسللت وحدات من وحدات الجيش السوري الحر
التابعة لعملية عاصفة الجبل وقطع الطريق في عدة مناطق، قطع مؤقت إن كان في منطقة الرابية أو في مناطق أرم الجوز، وتنفيذ كمائن للوحدات التي تحاول إمداد العناصر التي تحاول إمداد عناصر في شركة الكهرباء أو حتى في معسكر الجازر.